مرحبا. التفاح من الزراعات الرئيسية اللي بتشكل مدخول سنوي مهم لسكان منطقة جزين. دخل التفاح إلى جزين سنة 1915 بواسطة خليل عساف بعد ما جاب النبتة من الولايات المتحدة الأمريكية، وبتتميز هالضيعة بثلاث أنواع رئيسية من التفاح: الأصفر، الأحمر والستاركن اللي ريحته كتير حلوة. وبيخزن مزارعي جزين تفاحهم ببرادات البقاع الغربي لأنه ما عندهم بالضيعة إلا برادين ما بيساعوا إنتاج المحصول اللي يقدر ما بين 50 إلى 70 ألف صندوق. بالعودة لطقسنا، طقس خريفي مستقر مسيطر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، الحرارة معتدلة نسبياً، الرطوبة عالية، الهواء متوسط السرعة، الرؤية متوسطة على الساحل وغيم فوق الجبال، البحر مائج وحرارة مياهه 26 درجة. اليوم طقسنا بلبنان قليل غيوم مع رياح شمالية باردة، خصوصاً كل ما توجهنا للمناطق العالية. تبهوا منيح من السقعة والبسوا تياب واقية للبرد لأنه بهالوقت من السنة بتفرق الحرارة أكثر من 10 درجات بين الصبح والمساء. أما الحرارة ببيروت فعم تتراوح بين 16 و25، فوق الجبال بين 11 و18، بالأرز بين 6 و13، بالبقاع بين 8 و23، وبالجنوب بين 10 و21 درجة. وإن شاء الله بتقضوا نهار أحد كتير حلو. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض المناطق اللبنانية، ومنروح سوا إلى شمال لبنان حيث عم بتسجل درجات الحرارة 14، الزهرية 24، العقورة 25، حار تحريك 25، عين سحلتة 23، الصالحية 26، جرجوع 21، وتعنايل 22، حدث الجبة 13، وشربين 24. أما رطوبة فبتتراوح بين 20 و85%، حرارة سطح الماء 26 درجة، وسرعة الرياح بين 15 و40 كيلومتر بالساعة، والرياح عم بتكون جنوبية غربية. كيف رح يكون طقس اليوم واليومين الجايين؟ لليلة 12 وأقصاها بنهار رح يسجل 25، تنام تتراوح بين 13 و27، والتلاتة بين 14 و28. وبنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. نبدأ إذن من عمان 24، دمشق 24، وبغداد 30، ننتقل من بعدها إلى الجزائر 30، وتونس 30، الرباط 25، ومننهي مشوارنا بمدريد حيث عم بتسجل درجات الحرارة 20. وهيدا كان كل شي. باي.